morning, primary 2, lesson 24 بيتكلم على writing numbers. Writing numbers يعني ازاي نكتب النمبرز. انا عندي ثلاث طرق علشان اكتب النمبرز. عندي الستاندرد فورم، ستاندرد فورم اللي هي الطريقة العادية اللي هي النمبرز الارقام اللي احنا متعودين نكتبها. عندي الورد فورم، الورد فورم اللي هي كلمة بنكتب النمبر بس بالليترز، بنكتبه على هيئة كلام مش على هيئة رقم، على هيئة كلمة word. okay. فهو هنا في lesson 24 عملي زي revision. عندي table جدول مقسمه ل two parts، جزئين او two columns، عمودين. اول عمود عندي الstandard form وتاني عمود الword form، وكاتب لي one an example يعني عمل لي one وكاتبه لي o n a اللي هو الورد او بالليترز. طيب تعالوا نشوف هنكتب ازاي الستاندرد فورم والورد فورم. احنا هنكمل after one two بتتكتب بطريقة دي t w o، بعد كده three t h r e a، three four F O U R، 5 F I V E، 6 7 8 9 10. كل نمبر بالستاندرد فورم نكتب قصاده الورد فورم بتاعته. بعد ال 10 احنا مفروض نكمل بقى 20 30 اللي هي 20 30 40 50 60 70 80 and 90. طبعا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اللي هي من 1 ل 10، وبعد كده 20 30 40 50 اللي هي 20 30 40 50 60 70 80 و90. هو ده lesson 24. ليسون سهل يعتبر ريفيجن. احنا خدنا في برايمري 1 الستاندرد فورم والورد فورم وعارفينها، لكن احنا مفروض بقى نحفظها خلاص، يعني بحيث انه لو جالنا اي نمبر نعرف ان احنا بالستاندرد فورم نعرف نحوله للورد فورم والعكس. اتمنى تكونوا فهمتوا ليسون 24. نتقابل في ليسون 25، هو هيبقى شبهه شبه ليسون 24. جود باي.